هي حدا ما بيشبه حدا، وحدا ما في ورا ولا قدامه حدا. صنعت مجدة بإيدها وما ورتته عن حدا. هي نضال وثورة وحرية، والنقط على حروفها محفورة مش ممحية. مين هي؟ الإعلامية نضال الأحمدية. الإعلامية نضال الأحمدية كرمت كالإعلامية المتميزة عن العام 2012، طبعاً عن مجمل أعمالها والمهمات والنشاطات يلي بتقوم فيها. ست نضال، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. أنا طبعاً ما بدي أهدي الجائزة لحدا لأنه هيدا تعبير مجازي وحلو، بس بدي أقول لكل الفقيرات، اليتيمات، المعذبات، المعنفات، هيدا كله بيكون بالسر، لأنه المرأة بتخلق وعندها كرامة وعندها كبرياء. بدي أقول لهم اشتغلوا، بيبدأ تحقيق الهدف باللحظة اللي بنبدأ نحلم فيها إنه ما في شيء مستحيل. ولا تدمع عيونكم، القتال بيكون معنوي، القتال بيكون على طريقة الدفاع عن النفس، العقاب وليس الثأر. كل امرأة مشروع ناجح إذا هي أرادت. أنا بدأت، بعتقد كتاري بيعرفوا، كنت مضطرة أحيانا أخدم بالبيوت، وفخورة كتير بحالي. بذكر كل اللي بالبيت، كل أهلي، وكنت مثل القمر، كنت احلى من هلا بكثير. كان بيصح لي كل شيء اعمل، كنت لم زيتون، اشتغل وادرس وابرم المكنه لامي، مش انا لحالي، كلنا بالبيت كنا نشتغل ونجحنا مثل ما بنستاهل. شكرا للجديد، شكرا لكل القراء المعافين يلي وبدي اقول شيء، بدي اقول شيء كثير مهم خطر على بالي انا وعم شاهد هالمشهد الرائع. ندى جابر، منظمه هالجائزه لاول مره بلبنان، والرعايه للسمو الشيخ بالامارات العربيه المتحده، بدي اقول ربما هذا المشروع سيؤسس لحاله ثقافيه سلوكيه مختلفه، وهي بدل ما نقول المرأة عدوة المرأة ستصبح المرأة منافسة المرأة. يجب تجذير هذا المفهوم عن طريق هيدي الجائزة. شكرا. ميرسي. شكرا لك الإعلامية نضال الأحمدية، ومبروك، وإن شاء الله على طول بتكوني متميزة.